مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم ولقاء جديد من برنامجكم دنيا ودين. دنيا ودين بيكون موجود معاكم 5 أيام في الأسبوع من يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء بإذن الله، من الساعة 4 ظهرا حتى الساعة 5 مساء، والإعادة بتكون في 10:30 من صباح اليوم التالي. يعني حلقة الجمعة 4 الظهر بتتعاد مثلا السبت 10:30 الصبح بإذن الله. دايما في الفترة الأخيرة لما نيجي تفتحوا كده البرامج الاجتماعية والدينية تلاقوا كل الأسئلة والموضوعات المطروحة هي الطلاق والخلع، الانفصال، المشاكل، الخطوبة بتتفسخ، الدنيا بايظة في البيوت، لكن محدش بيتكلم عن السعادة، محدش بيتكلم عن الموضوعات اللي كانت زمان في الستينات والسبعينات كنت تلاقوا كده مجلات اسمها البيت السعيد، السعادة الزوجية. حتى نوعية البرامج نفسها اللي كانت بيتم طرحها على شاشة التلفزيون كانت معظمها بتتكلم على كيف تسعدي زوجك، كيف تساعدي على إنشاء أو تأسيس بيت زوجية سعيد. فين بقى سعيد وسعادة اختفوا؟ احنا النهاردة بقى بندور عليهم، بندور على مواصفات الحياة الزوجية السعيدة. يا جماعة هو ليه ما بقناش نسمع عن البيت السعيد؟ طب ما خلونا نكون إيجابيين بدل ما طول الوقت نتكلم عن سبب الطلاق وسبب الانفصال وسبب وسبب. طب ما نيجي بقى نبقى متفائلين ونقول طب ما تيجي ندور على مواصفات البيت السعيد النهاردة، إزاي الزوجة والزوج معا يتكاتفوا ويعني ممكن نقول يتنازلوا في بعض الأحيان حتى يكونوا إيجابيين في تأسيس السعادة الزوجية أو السعادة الأسرية. احنا موجودين معاكم وبلا شك التليفونات حضراتكم بتثري هذا اللقاء مع فضيله الشيخ عبد الازهري من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا مولانا. اهلا معالي الدكتور، ربنا يبارك فيك. الله ينور قلبك يا رب. احنا النهارده بقى عايزين نكون طاقه امل للمشاهدين، وبرضه عايز اوجه النظر حضراتكم ان احنا كنا النهارده بنتكلم عن مفاتيح السعاده الزوجيه عشان ممكن يقولوا ايه احنا قاعدين ملائكه وعايشين بقى بجناحات واحنا يعني بيتنا او بيوتنا ما فيهاش مشاكل ابدا، يعني عشان بس ايه العين ما تكونش قويه علينا. كلنا برضو بنعاني، وليس بالضروري اللي بنقوله لحضراتكم يكون بنطبقه 100%. احنا بنحاول واكيد انتوا بتحاولوا، بس خلونا نساعد بعض كده مع مولانا ويقول لنا السعاده الاسريه والزوجيه. قول لي هي بيوتاتنا النهارده فين من السعاده؟ هو طبعا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. زي ما حضرتك قلت لا يوجد بيت بدون مشاكل. انت خايف من الحسد، انت لا مش الحلقة. فكره خايف من الحسد، تعال نرجع لبيت النبوه، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بتحصل خناقات والسيده عائشه تقول له لازم نجيب حد يحل بيننا يحكم بيننا، يقول لها نجيب عمر، تقول له عمر شديد، طب علي ده قريبك، طب نجيب ابو بكر، هاته سيدنا ابو بكر يجي ينفعل عليها فتستخبى ورا النبي صلى الله عليه وسلم. بيت النبوه، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، افضل انسان عرفته الدنيا، امهات المؤمنين، بيحصل بينهم وبين بعض خلافات. مشاكل وخلافات، ومحتاجين حد يجي يحل ما بيننا المشاكل. بس الخلافات دي برضو مع وجود السعادة، يعني احنا عايشين سعداء بلا شك فيه خلافات، لكن السعادة موجودة. في قاعدتين بقى لو طبقوا في أي بيت، أيوة، هذا البيت سيكون سعيدا. الأولى حاجة اسمها المراعاة. إن الست تراعي ظروف جوزها، راجع من الشغل تعبان مرهق تراعيه، تسيبه يريح، الدنيا مزنقة معاه شوية في الفلوس تراعيه، عنده مشاكل وكركبة في حياته تراعيه. المراعاة يعني المراعاة فيها جزء من الرحمة، يعني يكون عندها إحساس، يعني يكون إحساس عندها بالآخر، إحساس بالظروف، تقدر الوضع اللي هو فيه، لازم يكون عندها نظر وشايفة بعينيها. يعني دلوقتي هيك بتقول الكلام ده، ممكن واحده بتتفرج علينا تقول لك يعني هو الراجل برضه ما لازم يبقى عنده نفس لا المشكلة. احنا بنقول القاعده دي، القاعده الراجل وست، للراجل والست. عشان انت الراجل راجع من شغله، هي قاعده مع الاولاد بتذاكر لهم، يراعي برضه المساله، يراعي ظروفها، تمام، يراعي وضعها في البيت، الاكل اتاخر شويه، هو عارف ليه الاكل اتاخر شويه، مفيش اكل خالص، يفوت نجيب اكل من بره لو هو مقتدر او يصبر، فلا بد من المراعاه، نراعي الظروف. طب القاعده الثانيه، لا قبل القاعده الثانيه بس هناخد سامح ونرجع تاني للقاعده الثانيه علشان يكون في سعاده زوجيه او سعاده اسريه. معايا استاذ سامح، اهلا بيك يا استاذ سامح. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل، عايز تقول لنا ايه؟ لو سمحت كنت حابب اسال بس سؤال. اتفضل اتفضل. كنت حابب اعرف ايه هي القوامه الزوجيه؟ القوامه
قوامة الرجل الزوجية بتتمثل في ايه يعني؟ تمام ماشي، بشكرك جدا. طيب احنا خلص بس النقطة الثانية، نرجع للقوامة عشان تمام. احنا قلنا في الأول خالص مراعاة ظروف الآخر، الراجل يراعي ظروف الست والست تراعي ظروف الراجل، دي القاعدة الأولى لازم تكون رقم واحد في حياتنا الزوجية. تمام، ايه رقم اتنين؟ رقم اتنين بعد المراعاة حاجة اسمها تلبية الاحتياجات. الراجل ده ليه احتياجات، عاوز مكان نظيف ينام فيه، عايز لقمة نظيفة ياكلها، عايز يحس بالراحة، ليه احتياج جسدي ياخده، احتياج من التشجيع ياخده. كذلك المرأة لها احتياجات، محتاجة نفقة، محتاجة يعني تخرج وتتفسح وتشم هواء مرة كل برضو. من ايه؟ برضو احتياجات جسدية، برضو من حقها واحتياجات برضو. جسدية واحتياجات عاطفية، محتاجة تسمع كلام حلو. يبقى لو احنا راعينا ظروف بعض، انا عارف ان هو عنده ظروف مش هيقدر يقول لي كلام حلو لانه مرهق وتعبان وعنده مشاكل، استحمل، هو ظروفه اتحسنت، يلبي الاحتياج. فاذا كانت هناك مراعاة وتلبية للاحتياجات البيت هيمشي. عارف البيت ما بيمشيش بالحب، المشكلة دايما ان كل طرف مستني ان الطرف التاني هو اللي يبدأ يبادر. يعني دايما معظم البرامج اللي انا حتى يعني بيدعوني ليها بيبقى كضيف، يعني دايما يقول لك ايه والراجل بيعمل، فقول لهم طب ما هي الست لو قدمت السبت الراجل هيقدم الحد. لا، هو الراجل ما بيبداش السبت ليه؟ ففكرة دايما مين اللي يبدا، هي دي المشكلة. مين بقى المفروض يبدا؟ الحكيم بقى. يعني هو الفكرة مش في مين اللي يبدا، الفكره مين اللي نقدر نتعاطف معاه. احنا مثلا بيجي لنا مشكله زوجيه، في قاعده كده في العلاقات الزوجيه، لو الراجل منفعل غضبان سائر خرج عن شعوره وهو اللي غلطان، الست تقف قدامه تقول له انت غلطان؟ لا، هو في حاله غير طبيعيه. مين اللي يقول لا؟ احنا بنقول القاعده بتقول لا. هي مين القاعده؟ ده الشريعه. علم النفس. علم النفس. فلازم يعني اراعي الظرف ده. تهرب وتتقوقع. اقول لك بس انا دلوقتي يعني ما انا هقول لحضرتك العكس. الطرف الاخر لا يقول لك ايه؟ هقول لك يعني الطرف الاخر. اسكت يعني، انا اسيبه مثلا يقعد يتنرفز ويعلي صوته ويهزقني قدام العيال؟ هقول لحضرتك الطرف الاخر. ليه؟ هقول لحضرتك الطرف الاخر. تكلمه ما في تليفون، ده علي صوته عليا تقول له هات يا بنت الشنطه وتعالي. ايه اللي بيحصل بقى ساعتها؟ البيت بيتخرب. بتطلق. بنقول بقى للطرف الاخر الزوجه غلطانه وعملت تصرف ما يصحش، بس هي منهاره وبتبكي. اقول للزوج اقف حاسبها دلوقت؟ لا، الظرف ده بيقول نراعي الموقف، خدها في حضنك، طبطب عليها تهدأ تستكين، حاسبها. طب يعني ايه ده دلوقتي فكره ان احنا نراعي الطرف الاخر باحتياجاته ومحدش يمسك على التاني او يعني حاسبه بالوحده؟ هناخد تليفون استاذ مين؟ حكيم. استاذ مبروك، انا بيك استاذ مبروك. استاذ مبروك انت معانا، اتفضل سامعين. ايوه مساء الخير. يا مساء الفل، ازيك يا استاذ مبروك؟ اتفضل. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ الحمد لله يا استاذ مبروك. دايما والله والعلماء الاجلاء مشرفينا ومنورين الفضائيات والله. بشكرك يا استاذ مبروك، ده من ذوق حضرتك. اتفضل. بنتعلم منكم وبنستفيد منكم حاجات كتيره جدا، وليا سؤال لفضيله الشيخ بعد اذنك. اتفضل يا استاذ مبروك. السعاده الزوجيه دي حاجه بتبقى اساسيه بين الزوج والزوجه. تمام يا فندم، بس في مشكله بسيطه كده كنت عايز اتكلم فيها بعد اذن حضرتك. اتفضل. واحده ست متجوزه عرفي وانجبت طفله، تمام؟ ايوه. ورفع قضيه حضانه. ايوه تمام يا فندم. أيوه. قضيه حضانه ولا قضيه اثبات نسب؟ يعني هي عملت اثبات نسب، هي بالفعل البنت الصغيره ثبتناها وطلعنا لها شهاده ميلاد. تمام. هي رفعت قضيه اثبات نسب. تمام. حكم لها طبعا القانون باثبات النسب. جميل. ايوه. دلوقتي عايزه تتجوز، تتطلق تاني من زوجها اللي هو كانت واخداه عرفي ده، تمام؟ ايوه. عشان ترجع معاش ابوها اللي هي كانت بتاخده. معلش، هو لما عملوا اثبات النسب الزواج بقى بشكل رسمي ولا لسه ما زال على الورق عرفي؟ حكم، لا حكم محكمه رسمي. خلاص يعني هي كده اصبحت متزوجه رسمي. فعاوزه تتطلق من جوزها عشان تاخد المعاش. هي مش عايزه بقى، هي مش عايزه تعمل قضيه خلع. لا. أيوة. هي عايزه تتطلق من اللي سابت رمت البنت ومشيت. استاذ مبروك، عشان بس الناس ما تتوهش من ان هي في البدايه كانت متجوزه عرفي، خلفت بنت، رفعت قضيه اثبات نسب عشان تثبت النسب البنت لابوها، وتم اثباته وبقى جواز رسمي بما ان هو البنت بالفعل يا استاذ احمد كنا ثابتينها ومطلع لها شهاده ميلاد. تمام. قبل حكم المحكمه اللي هو اثبات النسب. تمام. هي دلوقتي عايزه تتطلق عشان تاخد، هو السؤال بقى طلاق صوري ولا عايزه تتطلق فعلا وتسيبه وتتجوز واحد تاني؟ لا، هي عايزه تتطلق عشان تاخد معاش والدها. أيوة. انا سؤالي في الحلقه دي، هي عايزه تتطلق بس هي لو رفعت خلع مش هتاخد معاش ابوها. طب ما تتطلق منه، يعني هو مش عايز يطلقها.
ما هي تتطلق منه. هي دلوقتي بتضغط عليه عايزه تاخد البنت، تمام؟ تمام. والست دي لا ليها اب ولا ليها ام ولا ليها اخت ولا ليها عمه ولا ليها خاله. طب هي بص، هي استاذ مبروك انا هسال حضرتك سؤال بس معذره علشان ما انتهش، هي بينها وبين زوجها وفاق ولا شقاق؟ يعني هم مختلفين؟ مفيش وفاق. يعني هي عاوزه تطلق طلاق شرعي منه علشان لو رفعت خلع في القانون مش هيديها المعاش. تمام. طب انا ما اعرفش المساله دي من الناحيه القانونيه موجوده اصلا ولا لا. بس استاذ مبروك عايز اقول لك على حاجه، هو قانونا حتى لو هي خلعته هيرجع لها المعاش ما دام الا اذا اتجوزت. لا لا لا، هي لو خلعت يا استاذ احمد في القانون لما تخلع معاش ابوها ما بتاخدوش ولا معاش مين؟ معاش ابوها ما بتاخدوش. يعني الست ما بتخلع جوزها وبتقعد من غير جواز معاش ابوها بيروح؟ ايوه لو خلعته، لكن لو اتطلقت طلاق على يد مأذون تاخد المعاش، لكن لو خلعت جوزها ما تاخدوش. ليه الدوله بتعاقبها يعني مثلا؟ ما طيب هو بقى الزوج، السؤال ايه يا استاذ؟ الزوج هو متمسك بيها، السؤال يا استاذ احمد انت فضيله الشيخ، دلوقتي الست ديت لا ليها اب ولا ام ولا عم ولا خاله، مقطوعه وعايزه تاخد البنت الصغيره دي عشان تتسول بيها. تتسول بيها. ده السؤال المهم في الموضوع. السؤال ايه يعني؟ هي لو تسولت بيها يبقى حلال ولا حرام؟ يعني احنا نديها لحمنا تشحت بيه وتتسول بيه. من طرف الزوج. انت من طرف الزوج يعني؟ انا كنت فاهم انت من طرف الزوج. انت من طرف لا الزوج. لا انا من طرف الزوج. انت من طرف الزوج. عايزه تتسول بيها، هي لا ليها اب ولا ام ولا عم ولا خاله. طب انت الراجل ده عايز ياخد بنته يعني؟ عايز ياخد وهي معنده. طب السؤال بقى، لو هي تسولت بيها معقوله هو القصه دي كلها عشان نقول الاجابه دي ان هي تسولت بيها؟ اكيد هنقول لك حرام وغلط ومش مسموح بيه. انت ولا عايز تسال حاجه ثانيه في الشرع؟ يعني هي لو يعني تاخد البنت تتسول بيها يبقى حلال؟ ما قلت اكيد غلط وحرام وانت عارف وكل الناس عارفه. انت ماشي سؤال. ماشي، ما عشان كده احنا مش عايزين نديها البنت. هي لو لها ام او لها عم او لها خاله، وبعدين دي خامس جوازه ليها. خامس جوازه لا، اولها برضه ما ضربتوش على ايده عشان يتجوزها، هو اللي حب يبقى الزوج الخامس يعني. تمام ما ضربتوش على ايده، وهي رميه ثلاث عيال قبل كده. والثلاث عيال دول راحوا فين؟ رمياهم لجوزها. رمياهم هي لابوهم الاولاني. ده بقى هي متمسكه بيه. بشكرك جدا يا استاذ مبروك. طبعا وتفهم الشرقيه وكتير من الارياف النهارده بيرجعوا لده علشان البنات الصغيرين في السن، فبيتجوزوا عرفي بموافقه الاهالي وبيتعملوا كمان فرح كده يعني قدام الناس والاهالي، وبعد ممكن يحصل حمل كمان قبل 16، فبترجع دي مشكله بقى ان هو يقول لك اثبات النسب ازاي بيحصل هنا مشكله في السن الصغير. في الحاله دي انت شايفها ازاي؟ هو في حاجه ناقصه في القصه دي يعني. هي المفروض هي البنت من حقها الحضانه وهو مش هيطلق، فهي من حقه ان هو ما يطلقش، وهي من حقها تلجا للمحكمه ترفع يعني القضاء بقى للقضاء. ولكن لو الموضوع موضوع فلوس والقصه قصه نفقه يعني، طب ما يراضي زوجته ويربي بنته في حضنه وزوجته تبقى يعني موجوده. ما هو في شقاق، هو بيقول لك هو واضح في إصلاح. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. وده برضو يعني بنقول للرجاله يعني، انت بتبقى ذكر قوي وبتتجوز وبتفرد صدرك، وبين لما بتحب بقى تنفصل بتطلع العيوب كلها. ما متجوزه خمسه ولا اربعه قبل مني؟ طب ما انت كنت عارف انك متجوزه اربعه. ما هي رامي عيالها، ما انت كنت عارف انها رامي عيالها وجبت بنتك منها وهي برضو رامي عيالها. طب معايا استاذ نصر؟ اهلا بيك يا استاذ نصر. استاذ نصر انت معانا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل استاذ نصر. يا استاذ احمد عبدون، انا بحبك من ايام ما كنت في دريم يا ابن الناس. يا حبيبي ربنا يكرمك. انا عشان كده انا موضوعي ما ينفعش اتقال على الهوا. انا كل اللي بطلبه منك بقالي اسبوعين اتنين، عايز اقابلك. انا موضوع مهم جدا، حياه او موت يا ابن الناس. لا والله عاوز عينيلي. تساعدني، عاوز تساعدني لوجه الله. اهلا وسهلا. لا مش عايز تساعدني، خلاص اعمل ايه؟ لا حاضر. انا عايز رقمك يا ابن الناس. حاضر. اكلمك بس يا فاطمه استاذك، بس خدي رقم تليفون وانا هكلم حضرتك او اديله رقم تليفوني. حاضر. انا الاثنين. رشا معايا، اهلا بيك يا رشا، اتفضلي. ربنا يخليك، الحمد لله. ازيك؟ بص حضرتك، ممكن اكلم الشيخ؟ يا فندم هو معانا، اتفضلي. بص حضرتك، انا متجوزه بقى لي 25 سنه. تمام. لما اتجوزت كنت صغيره. ماشي. أيوة. يعني برضو الواحد عمل غلطات كتير في حياته، فدلوقتي الحمد لله الواحد بيصلي وعارف ربنا وكده، فهل ربنا يغفر للواحد؟ هي الاخطاء اللي عملتيها دي يعني اخطاء ايه؟ نوعيه الاخطاء دي ايه؟ فمش هينفع يعني، حاجات كتير.
هو يعني احنا مش هنسال عن نوعيه الاخطاء وهي لا تبي ولا هي بتاكد لا هي ايا كان الخطا هي اذنبت بينها وبين ربنا. بشكرك يا رشا بشكرك يا فندم. طب بعد اذنك ثواني، هي لو اخطات في حق البشر يعني مثلا كانت بتسرق جوزها او بتسرق اختها ومش المفروض ترجع الامانات دي؟ ما احنا هنجاوب اهو. اول حاجه اي حد اذنب ذنب لا يعترف به لاحد، يستر نفسه. طيب لو الموضوع متعلق بحقوق العباد، إذا كانت عندي القدرة أن أرد هذا الحق ترجعه. أرده بدون معرف عن نفسي، يعني بدون، لو هي أخذت فلوس من حد ترجعها بطريقة غير مباشرة بدون ما تعرف أن هي سرقت وأن هي رجعت، حتى لا تسيء لنفسها ولأسرتها. يعني لنفسها وأسرتها والمجتمع، أنت عارف المشاكل دي. طب لو أخطأت في حق جوزها مثلا مش قادرة ترجع الحاجة أو حقوق العباد، تستغفر ليهم، تدعي لهم، تعوضهم عن ده. لو كان اخطأت في حق زوجها، كلمت حد، خرجت مع حد، تستر ولا تتكلم ولو في طفل جه من حرام مش من جوزها تعمل فيه ايه؟ تسأل دار الافتاء في الحالة دي بقى. تسأل دار الافتاء. طب احنا دلوقتي كان عندنا مشكلة القوامة، السؤال اللي جالنا في الاول وخاص بالقوامة، هو بيقول لك القوامة الأسرية او القوامة الزوجية، هو القوامة المفروض بتبقى للرجل او للزوج بما انفق. بيقعدوا هنا يقول لك بقى ما هو بما انفقوا، يعني لو ست بتنفق يبقى لا القوامة. لا مش بما انفقوا، الرجال قوامون على النساء الاول بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، يعني عشان طبيعة الراجل راجل يعني. وربنا يقول لنا في آية تانية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى للرجل درجة أعلى؟ لأن الرجل لا يعرض له ما يعرض للمرأة، المرأة عندها تقلبات هرمونية، هو عشان دور الشهرية، فالرجل قيم وقوم القوامة له. فدي مش دي بس، يعني الست سريعة في اتخاذ القرارات، فلذلك الطلاق مش في إيديها، الطلاق في إيد الرجل، لأن هي أول ما هتغضب من الرجل هتقول له أنت طالق. الست اصلا لما بتحصل مشكله بتقول له طلقني طلقني. احنا عندنا دلوقتي 85% من حالات الطلاق في مصر خلع. ده معناه ايه؟ ان الست لما عرفت ان في حق في ايديها هي استخدمته غلط، فسبب انهيار للاسره. فالرجل عنده من الحكمه والتاني في اتخاذ القرارات، لذلك في علم النفس يقول لك الرجل بطيء في اتخاذ القرارات، المراه سريعه في اتخاذ القرارات. الرجل يعني عايز تقول ان الست بتبقى اكثر انفعالا وعصبيه، بس دلوقتي نقطه مهمه، ان اذا القوامه لطبيعه الرجل نفسه، لطبيعه الرجل، عشان ما حدش بيقول ده في الاعلام. انا عمري ما قلتها ولا ربنا قال وليس الذكر كالانثى. يعني الفكره بقى مش بس عشان الانفاق، هو الراجل يعني قوامه له عشان هو راجل، عشان هو راجل، طبيعه الراجل علشان له طبيعه مختلفه عن طبيعه الانثى. الثانيه عشان الانفاق، علشان الانفاق. طب لو ست بقى بتساعد الراجل او مرتبها او بتنفق اكتر من الراجل، لا ينزع قوامة الرجل برضو، لان المرأة ليست ملزمة على الانفاق في البيت، هي تنفق بمزاجها. طيب احنا هناخد حسان ومعانا بقى فكرة التكافؤ، احنا بنتكلم عن السعادة الزوجية. طب التكافؤ الاجتماعي اخباره ايه في السعادة الزوجية؟ العمري، الصحي، هنتكلم في مسألة التكافؤ دي. بس ناخد حسان. اهلا بيك يا استاذ حسان. اهلا بيك. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. انا سؤالي، حماتي توفت قبل امها. تمام. حماتك توفت قبل امها؟ قبل امها. ايوه. وامها طبعا لها فلوس في مكتب البريد، عملوا علم وراثه ووزعوا الفلوس على الافراد كلها يعني. تمام. بما فيهم حماتك. ففي في ايديها 7 غوايش باعوها ب180,000 جنيه، وحرموا اولاد حماتي ولها اخ كمان توفى برضك قبلها، وقول انتوا مش لكم فيه عشان انتوا متقدمات قبل امنا. هو الراي الشرعي استاذ حسان ان الـ 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 الام اللي ماتت ليس لها حق في ميراث الجده بقى، اللي هي جده والده زوجه حضرتك. تمام. ولكن في الشرع والقانون المصري يعترف بذلك ما يسمى بالوصيه الواجبه. فاحنا المفروض بنعمل حاجه اسمها اعلان وراثه، ونكتب اسماء ابناء الام اللي ماتت، وبيكون لهم حق في الوصيه الواجبه، يا اما تلت التركه او نصيب الام اللي ماتت، ايهما اقل، يعني الحد الاقل فيهم ده بيكون حق الابناء للبنت الذي توفيت قبل الام. طب النقطه بقى اخيره في الفقره الخاصه بالسعاده الزوجيه، التكافؤ، بتشوف التكافؤ ازاي؟ يعني هل المفروض يكون في تكافؤ اجتماعي ولا لا؟ طب ما الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج سيده اكبر منه، وكان هي اكثر ثراء منه. التكافؤ، بص، هو ده نموذج السيده خديجه. لان السيده خديجه النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهم أسيا بنت فرعون والسيدة مريم والسيدة خديجة رضي الله عنها. فإحنا عايزين نقول إن السيدة خديجة امرأة فريدة في تاريخ البشرية. يعني دي حالة مع شخص فريد في تاريخ البشرية. يعني دي حالة خاصة. دي حالة خاصة. لا طبعا، بس أنت مع التكافؤ. طبعا. يعني الراجل ما ياخدش عيلة. ويفضل إن التكافؤ يكون في صالح الرجل، يعني لو في فرق سن يكون لصالح الرجل، يكون هو أكبر. لو في درجة علمية تكون لصالح الرجل، لو في دخل أو فلوس أكتر تكون لصالح الرجل، لأن ده بيعزز من فكرة القوامة اللي إحنا اتكلمنا عليها. دايما الرجل هو الأعلى وهو الأحكم وهو الذي يدير، ده هيقلل كتير جدا من المشاكل. يعني اللي احنا احترض ده بين يقولك التكافؤ، لما المفروض يكون المستوى الاجتماعي واحد، الثقافي واحد، يرجع والمادي واحد، يرجع تاني يقولك لا مش شرط، بالعكس ده في ادله بقى من السنه نفسها والسنه النبويه عكس ذلك تماما. لا، ما هو دي ادله موجوده مع الفوارق الكتير. لا، هي ليست خديجه رضي الله عنها، وهو ليس مثل اعظم البشر محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. احنا النهارده كنا بنتكلم عن السعاده الاسريه والزوجيه، طب خلينا برضو نتكلم عن السعاده النفسيه والسعاده كده لينا كبشر، ان احنا نبقى عايشين في هذه الحياه واحنا مش عايز اقول ضامنين، ولكن بنحاول ان احنا نضمن لنا مكان في الجنه. طب احنا ازاي يا جماعه بنتكلم على الخير وفعل الخير من خلال اعمار بيوت ربنا؟ بيوت ربنا المفروض ان هي بتستقبل المسلمين عشان يصلوا فيها ويحفظوا القران الكريم، وعشان نحل مشاكلنا حتى الانسانيه يعني، واهل القريه يستفيدوا منها. تعالوا مع بعض نروح لقريه زيدان ومسجد الرحمن بولاد صقر بمحافظه الشرقيه لهذا المسجد، ونشوف هم واصلين لغايه فين وقد ايه احتياجهم لهذا المسجد، وراجعين عشان نعرف دور المسجد في حياتنا احنا ايه كمسلمين. اتفضل. مسجد الرحمن بعزبة زيدان مركز أولاد صقر محافظة الشرقية تم بناؤه منذ ما يزيد عن 50 عام بفضل الله تبارك وتعالى. زي ما حضراتكم شايفين كده ومولانا الكريم موجود معانا، احنا شايفين البنيان تصدع الحديد ظهر للأسف الشديد سبحان الله يعني بفعل عوامل كثيرة جدا طبعا مع مرور الزمن، قديم الزمن الحقيقة. احنا محتاجين يعني ان شاء الرحمن هي دعوة لله سبحانه وتعالى اولا، ان ربنا يوفقنا وان ربنا يعيننا. حضرتك قول لي ايه اللي احنا محتاجينه هنا عشان نقدر خلاص احنا جبنا تصريح الهدم الحمد لله، تأكدنا من ده بفضل الله عشان نقدر نهد ونبني مرة ثانية. محتاجين ايه مبدئيا كده عشان نبدأ العمل؟ والله احنا مبدئيا احنا اهل الخير واهل الخير التسابقون والسابقون السابقون وليكم المقربون. اولا احنا بنحتاج نعمل قواعد بدائية، فاهل الخير عندما يأتي بنيان القواعد هنرى اهل الخير بكثرة، لان الخير في قلوب المسلمين، وهذا يدل كما قال الله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا المسجد حقيقة في مكانه يحتاج الى احلال وتجديد، لان الاجيال بتكبر بسرعة ويجيل بعد جيل، محتاجين الاطفال كمان بيكبروا والعزبة كبرت، عايزين يحفظوا القرآن. وفيما أتمنى برضو مكان للنساء، لأن المرأة عندما تتعلم حتبني أسرة طيبة. أنا لاحظت كمان التصدع أعزكم الله المسجد وتصدع الأماكن الوضوء كمان، منظر الوضوء ومنظر مشين، لأن المباني من حوله وينظر من في البلكونة إلى أهل الوضوء، فهذا شيء مشين. أنا زعلان وحزين يعني، لأن اللي بيخش يتوضى طبعا البيت له بلكونات، فبيخرج النساء من البلكونة فالرجل بروح يتوضى ويصلي في غاية الإحراج. إحنا مبدئيا كده يا جماعة الخير إن شاء الرحمن يعني محتاجين إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، أولا التواصل مع أرقام المؤسسة الظاهرة أمام حضراتكم على الشاشة دلوقتي عشان نعرف منهم أولا بأول إن شاء الله، أول ما يتم إن شاء الله الهدم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى طبعا مع الهيئة الهندسية ولجنة الإشراف على بناء وتجديد المسجد إن شاء الله، مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني رضي الله عنهم يعني. نعم. الشيخ عيد يعني لك باع كبير في الخير، وثقة الله فيك وثقة الناس فيك دي من فضل الله على هذه المؤسسة الطيبة. الحمد لله. وأهل المؤسسة دائما في الخير في كل مكان في مصر، في ربوع مصر وخارج مصر،
والله والله يا سيدنا عرفناهم أهل صلاح وأهل صدق وأهل إخلاص، يعني ناس لا بتوع مظاهر ولا بتوع والله ولا ظهور ولا حب ظهور ولا حب الشكر، هم دول فعلا أنا أجدهم كما قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السر تطفئ غضب الرب. الحمد لله فعلا دي موجودة عندهم، وأنا أعلم هذا عنهم، وأعلم إن في مساجد كتيرة جدا امتدت أيديهم بالخير فتم الانتهاء منها وبنائها بفضل الله تعالى وتجديدها ولم تذكر وما طلعتش على الشاشة، وهذا الكلام بقوله على مسؤوليتي الشخصية. فجزاكم الله خير يا سيدنا، وإن شاء الله بإذن الله قريبا بإذن الله في القريب العاجل بإذن الله هنلاقي إن شاء الله أهل الفضل المؤسسة وأهل المؤسسة اللي قمنا عليها وبارك الله فيها. ندعو الله بالتوفيق والسداد والصلاح، وإن شاء الله في انتظاركم قريبا. يا رب ما من يوم إلا وملكان، ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وملك يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فاللهم اجعلنا ممن يقال لهم إن شاء الله لكم الخلف المبارك في مالكم وفي أولادكم وفي عافيتكم وفي حياتكم. البركة يا جماعة جند من جنود الله، تأتي البركة حينما نخرج الصدقة في مكانها المستحق في بيت من بيوت الله. أقول بيت الله وكفى، حضرتك تفهم اللي بعد كده بقى. لما أقول بيت الله وكفى تفهم الرسالة. فهنيئا لكل من تصدق وساهم وبادر في إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية زيدان مركز أولاد صقر محافظة الشرقية. إن شاء الله في انتظار اتصالاتكم ومتابعتكم، والمندوب بيجي لحد حضرتك. جزاكم الله خير، ودائما بادر وسابق، وكن رائدا من رواد الفضل ورائدا من رواد السبق إلى الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير. السلام عليكم. شعور صعب جدا، يعني شعور قاتل ان انت بتتفرج على بيت من بيوت ربنا وهي غير صالحة لاستقبال المصلين. احنا ازاي نشجع ولادنا على الصلاة، وازاي في وسط اللي احنا فيه النهاردة والسوشيال ميديا والفيسبوك والتلفزيون والبرامج والمسلسلات، واجي اقول لهم لا احنا لازم نستقطع وقت الصلاة ونروح ونركز في الجامع. ده ربنا، ده الوقت اللي احنا قاعدين بين ايد ربنا، ده الوقت اللي ممكن دعاء فيه يكون مستجاب. ازاي وبيت ربنا بهذا الشكل؟ هل احنا بيوتنا لو احنا شفناها بهذه الصورة هنقبلها؟ ما بالكم بقى ببيت ربنا. محتاج عملية احلال وتجديد. هو المسجد الوحيد الموجود في القرية، قرية زيدان بولاد صقر، فيها هذا المسجد وبيخدم القرى المجاورة. عشان الناس تروح تصلي في مسجد تاني ما بتقدرش تتكبد مشقة الذهاب والعودة والمواصلات. مولانا مين المسؤول عن بيت من بيوت ربنا بهذه الصورة؟ كل إنسان وصلته هذه الصورة وشاف إن المسجد محتاج بهذه الطريقة هو أصبح مسؤول أمام الله عز وجل على قدر استطاعته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آيات الزواج والطلاق والنفقة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فربنا سبحانه وتعالى لا يكلفنا فوق طاقتنا، ولكن أنت مكلف في كل الأحوال قدر الإيه؟ الاستطاعة. واحد يقدر يعني يساهم في بيت ربنا سبحانه وتعالى بمئة جنيه فهو هيتحاسب على المئة جنيه، واحد يقدر يساهم بمئة ألف جنيه هيتحاسب على المئة ألف جنيه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يمكن إحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن السعادة الزوجية، وحضرتك قلت إحنا عايزين نتكلم عن السعادة النفسية. دايما السعادة حتى في الزواج بتكون مرتبطة بالعطاء. الزوج المعطاء مع زوجة معطاءة، الاتنين دايما بيلبوا احتياجات بعض، بيراعوا ظروف بعض، الاتنين بيكونوا سعداء. انما لو في طرف اناني وطرف معطاء الكفة ما بتبقاش موزونة، لازم بتحصل في لحظة ما انهيار، بيحصل مشاكل وانفصال لان في حاجة غلط في المنظومة نفسها. ما فيش توافق في الحياة الزوجية. لذلك الانسان المعطاء دايما بيكون سعيد وبيسعد من حوله. شوف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، غنائم حنين كانت أضخم غنائم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، 40,000 من الإبل من الغنم، 20,000 أو 25,000 من الإبل، 4,000 أقية من الفضة، يعني كانت غنائم ضخمة جدا تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الآن. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوزع منها على الناس اللي لسه دخل الإسلام جديد يتألف قلوبهم، لدرجة أن الكفار قالوا
ان محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هو مش خايف من الفقر، بيوزع كتير قوي. بعدين واحد اسمه صفوان بن اميه، كان ابن اميه بن خلف راس الكفر، وصفوان بن اميه ده كان تاجر سلاح، اكبر تاجر سلاح في شبه الجزيره العربيه، والرسول كان مأجر منه السلاح في غزوه حنين. بعدين ماشيين كده، فشاف في عين صفوان بن اميه في وادي كده مليان ابل وغنم، شاف لمعه في عينيه، حس ان هو نفسه فيه، نفسه ياخد فقال يا اميه او يعجبك هذا الوادي، المكان ده عجبك؟ قال نعم يا رسول الله. كان اول مره ينطق يا رسول الله، ما كانش مسلم لسه ما اسلمش. نعم. فقال له يا صفوان هو لك بما فيه، ده بتاعك ملكك. فقال جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، واسلم صفوان بن اميه. شوف بقى صفوان بيحكي الموقف ده بيقول ايه. دخلت على رسول الله وما على وجه الارض ابغض الي منه، كان اكتر واحد بكرهه، لان كان سبب موت اميه بن خلف في غزوه بدر، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني، فما اصبح على وجه الارض احب الي منه. شوف العطاء بغير النفوس ازاي. بيغير. حتى الامثله تهاد وتحبوا، يعني حتى الامثله العاديه ده صحيح. بعدين ربنا حتى يقول لنا حتى في اثناء المشاكل ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فبنقول بقى للناس انت عاوز تعيش سعيد، عاوز السعاده تنعكس على بيتك، على نفسيتك، على اولادك، على حياتك، في توفيق، في تيسير، في فك كروبات، في شفاء الامراض، خليك معطاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف في غزوه حنين الرسول ليه 20% من الغنائم، خمس الغنائم، قعد يوزع يوزع لم يبقي لنفسه شيء. فجي ناس عايزه تاني، هم اخذوا بس عايزين تاني، فالرسول كان لابس العبايه بتاعته فشدوها واخدوها. فالرسول مسك وبرت بعير، شعرها بتاعت جمل طويله كده، وقال ايها الناس اعيدوا الي ردائي، فوالله ما ابقيت لنفسي هذه، انا ما بقيتش لنفسي حتى شعرايا واحده. قول لهم رجعوا لي اللبس بتاعي. فده مين؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويرجع المدينه ويقعد 3 شهور لا يوقد في بيته نار، ما فيش لحمه بتتشوى ولا في اكل بيطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيش على التمر والماء صلى الله عليه وسلم. كان شديد الكرم والعطاء. فاحنا بنقول لكل حد من اراد السعاده، بدايه طريق السعاده ان تكون معطاء، تكون عندك استعداد للعطاء وتمارس العطاء حتى في العباده. وفي واحد يقوم مصلي الظهر 4 ركعات بسرعه يخطفهم، واحد تاني يدخل يصلي ركعتين وكمان ركعتين، ويصلي الفريضه وبعدها ركعتين السنن، وبعدين يقعد يختم الصلاه ويدعي دعاء جميل. ده انسان هنقارن ايمانه وسعادته القلبيه بالشخص التاني اللي خد الصلاه بيقضيها كده يعني عشان يعني الفريضه خلاص اسقطها وبيصلي الظهر وخلاص بس او العصر، بس في بيت من بيوت ربنا بهذه الصوره يا مولانا صعب جدا الناس تدخل تصلي بالهيك بتتكلم عنه اللي هو بالركعتين وركعتين والتركيز وعديده. لا يجوز الصلاه فيه على هذه الحاله. هذه الحاله خطر ان احنا نصلي. شايف حضرتك الجدار عامل ازاي؟ ده قايل السقوط، يعني السقوط. وعلى فكره لحظه الانهيار بتبقى لحظه مفاجاه، يعني مفاجاه في انذار قبليها. فاحنا بنقول للناس لا ننصحهم اطلاقا، وحتى الناس بقى الساده المشاهدين جزاهم الله خيرا، وخصوصا المعطائين، الناس اللي قلبها معلق بالمساجد، بنقول له يعني ما تستناش تقول لما اشوف بقى المسجد يتهد، احنا عايزينك تبقى صاحب الايه؟ البدايه. ليه؟ اي حد بيساهم في البدايه مختلف عن اللي ساهم في النهايه. لا تاني بقى معنى كده ان وانت بتشارك في عمل عظيم زي ده، مثلا فكره احلال وتجديد، لو انا ببدا باول طوبه باول خطوه باول حجر بشيله في عمليه احلال وتجديد، بيختلف عن اللي بيدخل بعد كده في التشطيبات او في الموكيت في الصلاه او هو اولا كلا وعد الله الحسن، يعني ده له اجر وده له اجر، ولكن تمام. اللي بدا اي حد بيجي يحط حاجه على الاساس اللي هو حاطه بياخد نفس الايه؟ الاجر. الاسلام دين عظيم، وفي لازم يكون للانسان ميزه. وانا دلوقتي لما اقعد واتصل واروح واجيب حديد واجيب اسمنت وازور المكان واساهم في الهدم واحط حجر الاساس، هل ده زيه زي اللي جه متاخر؟ لا. الاثنين لهم اجر عند ربنا، والاثنين ربنا بيحبهم ويخلف عليهم خيرا. ولكن بقى المقدار بقى الثواب ده ربنا طبعا اللي بيقدره، لكن سبحانه وتعالى المشاركه بتكون اكثر ايجابيه بقى، ان هو اللي بدا. زي بالظبط لما تيجي تشتري في كومباوند كده وتبدا اللحظه الاولى غير ما بتيجي تشتري في الاخر،
ده صحيح. في الاول ده مثال هو جميل. هو اللي بياخد القطفه الاولى ده هو اللي بيستفيد من فرق السعر وبيستفيد من كل حاجه. ده حتى الـ الناس اللي هو بيسموهم الجيل الاول في المدارس مثلا، واحد فتح مدرسه كان دايما يعمل كده، ياخد خصم في الاول، ياخد خصم مثلا 50 و60 ويقول لك ده الخصم ده ممتد معاك. ليه؟ لان الجيل المؤسس. نعم. طب ما في بعد كده ناس هتيجي المدرسه بس هياخده بالسعر الايه الطبيعي العادي. لذلك اي حد ده في طبيعه البشر، تخيل بقى ان ده قانون البشر. زي حضرتك بتقول واحد راح يشتري في كومباوند معين فيقول لك الحق في الاول وامضي شيء حتى عشان تاخد. احنا برده بنكلمكم باللغه اللي احنا بقينا بنفهمها النهارده، لغه العصر يعني. يعني مولانا بيدي امثله اللي هو المدارس والسكن، ده اللي احنا بنشوفه النهارده. وفي العربيات ده اي حد بينزل منتج جديد زي حضرتك بتقول العربيات مثلا او مواد غذائيه او اي حاجه، تلاقيه عامل عروض كتير في الاول في الافتتاح. في خصم، ده في محلات كبيره بتعمل خصم 70% وحاجات مجانيه كمان في اول يوم. ليه؟ علشان اللي جه الاول ده ليه يكرم. تمام. فما بالنا بقى في عمل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا وسابقوا. هل اللي سارع وسابق وراح المسجد واقتطع من قوتي وقوت ابنائي هيبقى زيه زي اللي جه في الاخر؟ مش هيبقى زيهم. ولكن الاثنين لهم اجر ولهم فضل عند الله سبحانه وتعالى. فحب نقول لاي حد الان يعني الخطوه اللي هتاخدها الان لها اجر مضاعف. يعني كان ليا صديق بيقول لي في كومباوند كده معروض الفيلا بكذا كاش لاول 100 واحد، وبعد كده هيقفلوا الموضوع. فقلت له توكل على الله، السعر اللي هيدفعه ده يعني اقل ب 50% او اكتر من السعر العادي. فقلت له توكل على الله، الان السعر ده تضاعف اضعاف مضاعفه. تمام. يعني بعد كام سنه بقى يعني الرقم اللي دفعه ده كسب منه كتير جدا ما شاء الله، ربنا يبارك يعني. فحب يقول اي حد يساهم الان له ميزه وله كرامه عند الله عز وجل مختلفه. طيب. عن اللي هيتاخر. يعني اذا الاجابه على السؤال اللي هو مين مسؤول عن عمليه احلاء وتجديد لهذا المسجد، مولانا قال لنا كلنا واللي شاف التقرير واللي حاضر الحلقه واللي موجود في القريه مسؤول عن ده. طب اتكلم كمان عن البدايات، اللي بيبدأ الخطوة الأولى في عملية إحياء وتجديد برضو بالنسبة للثواب والمكافأة بتكون أكبر من اللي بيبدأ في الآخر. هنطلع فاصل وراجعين بعد الفاصل عشان نتكلم على إعمار المساجد. هل إعمار المساجد هي فكرة أن أنا أروح أصلي في المسجد اللي موجود وخلاص، ولا الإعمار أن أنا أعمر بيوت ربنا؟ يعني لو مش موجودة أبنيها، لو موجودة بهذه الصورة أعمل عملية إحياء وتجديد؟ هنجاوب هذا السؤال ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا حتى النهاية. رجعنا لكم بعد الفاصل، وبفكركم بالإعادة بتكون في 10:30 من صباح الغد. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن إعمار المساجد. هو أنا دوري في اعمار المساجد ان انا اروح اصلي فيه واخد اسرتي واخد ولادي، ولا ان انا دوري كمان في تاسيس المسجد وفي حجر في البنيه الاساسيه لهذا المسجد بالذات؟ لو عملت احلاء والتجديد دي بتكون زي كده انسى في حمامك القديم في اعلانات التلفزيون زمان. لا، ده هو مش هيكون مسجد بس، ده بيكون مسجد وفيه مصلى للسيدات ومركز تحفيظ القران الكريم. يعني زي كده دور الكتاتيب اللي اختفى، وباختفاء الكتاتيب افتقدنا اللغه العربيه واتقان هذه اللغه، لغه القران الكريم. بنتكلم كمان عن مساعده الفقراء ودار للمناسبات الاجتماعية للمياتم والأفراح وعقد القران. وعايز أقول إن في الشرقية والغربية وفي أهلينا اللي موجودين في القرى والنجوع والأرياف، دور المسجد في حياتهم هو دور رئيسي ما يقدروش يستغنوا عنه. يعني بيقابلوا بعض يقولك بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العصر، لا ده احنا عقد القران بيوتهم صغيرة وعندهم فكرة يعني السيدات والحريم والكلام ده، ما بيقاش فيه اختلاط زي عندنا هنا في القاهرة. وبالتالي المسجد هو اللي بيلم كيان الأسرة المسلمة النهاردة. مع اختفاء المسجد هنا المشكلة. إذن مسجد بالشرقية ملوش بديل غير القاهرة، اللي هو ممكن في كل ميدان تلاقوا مسجد واثنين وثلاثة. مولانا نبدأ بإعمار المساجد. الناس فاهمة إن إعمار المساجد يا جماعة لا تهجروا المساجد، لا يعني روح صلي الجمعة، لا روح صلي الفجر، خد ابنك وروح صلوا العصر. إعمار المساجد هل المعنى التاني كمان ولا الاتنين مع بعض؟ الاتنين لا يقلوا أهمية عن بعضهما البعض. يعني إن احنا نرجع للمسجد ويمتلئ المسجد في صلاة الفجر
وصلاة الفرائض وان احنا ناخد اولادنا ونروح بهم المساجد ده امر في غاية الاهمية وينعكس ايمانيا وينعكس سلوكيا وينعكس فكريا على المجتمع المسلم وانضباط هذا المجتمع وجودة المجتمع من الناحية الاخلاقية والسلوكية والمعرفية. نعم. وعلى الجانب الآخر هذا الدور لن يتم ولن يكون أصلا موجود والمسجد مش موجود. لما نتكلم في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد والمسجد ده خلاص اتقفل مغلق خلاص وقالوا إن خطر إن احنا نصلي فيه، فبالتالي دور إن الأب أصلا يروح يصلي في المسجد ويسمع كلمتين يجي يعلمهم لأولاده، أو إن هو ياخد الأولاد ويعلمهم الصلاة في المسجد، أو إن الزوجة تروح تحضر درس فقه في المسجد، أو إن في مستوصف طبي يعالج الناس، أو في مركز لتحفيظ القرآن في المسجد، كل ده مش هيبقى موجود. يبقى ده المقام الأول علشان كل الدور ده يبقى موجود. ودور المسجد من الناحية الاجتماعية والدينية والأخلاقية والسلوكية وحتى الصحية، لأن دلوقتي المساجد بقت عبارة عن مجمع بيخدم خدمات كتير جدا. لو المسجد مش موجود فكل ده مش هيبقى موجود. يبقى أولا إذا أردنا أن نتكلم عن عمارة المساجد فإعمار المساجد ببنائها الأول وبعد كده بالصلاة فيها. طب احنا بنتكلم هنا عن أهمية المسجد وأهمية إعمار بيوت ربنا والعائد علينا بيكون شكله إيه، وأهمية كمان الإحلال والتجديد بالمشاركة في البداية. يعني احنا ما نقعدش مستنيين لما يتم هدمه وبعدين لا ده احنا نحفر لا نبني. في ناس كانت تحب في اللحظات الأخيرة كلها اللمسة النهائية، لا احنا بنتكلم النهاردة في فكرة إحلال وتجديد بيوت ربنا. معنا مسجد الفتح بولاد صقر بمحافظة الشرقية. مسجد الفتح أيضا بيستغيث بحضراتكم، وهذه القرية بتستغيث بحضراتكم، ما عندهمش مكان يصلوا فيه، بيت من بيوت ربنا مغلق والناس لو دخلت صلت غير أمينة على روحها ولا على نفسها، الناس مش لاقية مكان تحفظ فيه القرآن الكريم تدعي عشان في صلاة جنازة بيقعدوا برا في الشارع، الناس هناك متبهدلة وليست لديها قدرة المادية حتى تقوم بعملية الإحلال والتجديد على نفقتها الخاصة. كلهم بيستغيثوا بحضراتكم. هروح سريعا لمسجد الفتح بولاد صقر بمحافظة الشرقية وراجعين مع حضراتكم عشان نعرف دور المسجد في حياتنا احنا ايه كمسلمين، وكمان أهمية الصدقة الجارية وعائد هذه الصدقة على حياتنا ايه، ولكن بعد التقرير. تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه. جاءنا اتصال واستغاثة من أهل هذا المكان المبارك، هذا المسجد في قرية سمعان بأولاد صقر محافظة الشرقية. حقيقة اللي شفته يعني لما جت للرسالة ولما سمعنا كان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، لما جيت على أرض الواقع لقيت حاجة أعظم بكتير جدا من الكلام اللي وصلني، وحاجة أكتر بكتير قوي من اللي شفته في الفيديو اللي كان وصلني. الحقيقة المسجد ده بداية كده من 120 سنة تقريبا وضع حجر الأساس في المكان ده. تخيل 120 سنة المكان ده قائم، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، مرحلة أنه أصبح آيل للسقوط، ربما يكون فيه وربما هنا للتحقيق يعني خطورة على المصلين. اللي بيصلوا في المسجد ده على الأقل 8500، الكلام اللي بقوله ده من إحصائية وزارة الصحة هنا في هذه المنطقة. لما بسأل بعض أحبابنا هنا قالوا المكان ده ما بيكفيش الناس اللي بتصلي هنا كمان، يعني مش مكفي والناس بتصلي برا المسجد. لو بصيت حضرتك هنا هتلاقي فيه كارثة، هتلاقي السقف للأسف الشديد متهدم، السقف غير صالح للأسف الشديد. لما بتنزل المطر هنا في المكان عايز أقول لحضراتكم كما أخبرني أحبابنا المية بتصل لنص متر تقريباً. شوف شكل الكمر عامل ازاي، شوف شكل السقف، وفي اخرام موجودة في السقف ومسدودة ببعض البلاطات. طب بالله عليك ده مسجد، يبقى امن فيه اللي بيصلي؟
لو ده بيتي أنا هقبل إن أنا أقعد في المكان ده وهو بيتي وهو بالشكل ده، ما بالك هو بيت الكريم أكرم الأكرمين الذي خلقني وخلقك ورزقني ورزقك. الموضوع إن في كنز ربنا سبحانه وتعالى رزقنا به في مسجد الفتح في قرية سمعان الكبيرة، في كنز من الحسنات، كنز من الفضل. ده مسجد ربنا، ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. بالله عليك ده مسجد ربنا سبحانه وتعالى، يعني من علينا بالمال والنعم والفضل والشرف. يبقى ده حال مسجد من المساجد بقول لحضرتك يخدم 8500. واحد ممكن يقول لي طب ما يا عم 8500 ما هم يلموا من بعض. والله العظيم لو كانوا يقدروا على ان هم ينكسوا بس كانوا عملوا، لو كانوا يقدروا على ان هم يفرشوا ارض فاضيه كانوا عملوا، لكن ما عندهمش المقدره. انا بقول لحضرتك حتى هنا احبابنا وانا بسمع كلامهم كده مع بعض الناس يقول لك دي من ايام الاقطاعيين زمان، فكل واحد هنا عنده يعني دخل بسيط جدا 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 بالكاد يكفي التزاماته اكله وشربه. المسجد اللي قدام حضراتكم ده محتاج رجال كما قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، بيت ربنا متهدم زي ما حضراتكم شايفين كده. هو ده بيت ربنا زي ما حضراتكم شايفين، تفضلوا زي ما انا بوري حضراتكم اللي بعمله ده قدام حضراتكم ده اهو على الطبيعه. ده مسجد قل ما يقال ما ينفعش نصلي فيه. تعال شوف حضرتك المكان ده عامل ازاي، شوف المسجد عامل ازاي. المسجد ده عشان يكفي الناس اللي بتصلي هنا في القريه 8500 ويزيدون، واحنا ما شاء الله الزياده السكانيه عندنا بسم الله ما شاء الله. تخيل ان هم عندهم ان شاء الله ان شاء الله اهل الخير هنا واهل الفضل، قال لك احنا ممكن نتنازل عن اراضي كتيره حوالينا للمسجد، نبني مسجد على مساحه 700 800 الف بس اهل الخير يساعدونا، يمد ايديهم يتهد ويتبني تاني. يا رب ندخل السرور والسعاده على اهلنا اهل الفضل اللي هنا، ال 8500 نسمه اللي موجودين في المكان ده ومش لاقين مكان يصلوا فيه، وهذا رايناه بعيننا ولا نقول الا ما شهدنا وما علمنا ونشهد الله على ذلك. الان ارجوك بادر وسارع واتصل، ياتيك المندوب ان شاء الله، او تعال بنفسك وبادر وسارع وخليك معانا ايد بايد، ويا رب نبقى كتف بكتف مع سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على باب الجنة يتباهى بنا وبما قدمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا بصلاتنا عليه فرجا قريبا يا أكرم الأكرمين. بادر وسارع واحجز مقعدك في الجنة، وفقكم الله تعالى. عندنا برضو بيت تاني من بيوت ربنا في نفس المشكلة، مغلق غير صالح لاستقبال المصلين للصلاة، عند مسجد فتح بقرية سمعان بولاد صقر بمحافظة الشرقية. شيء مؤسف ومحزن ان احنا في حلقة واحدة بنعرض لكم اتنين بيوت ربنا، القرى مش لاقية مكان تصلي فيه، اهالي هذه القرى بيضطروا ان هم يركبوا بقى مواصلات، يركبوا لهم توك توك ولا يمشوا على رجليهم لغاية ما يوصلوا للقرى المجاورة عشان يصلوا فيها. الصلاة يا جماعة أول شيء ربنا يعني هيحاسبنا ويحاسبهم عليها، وبالتالي إحنا لازم نسارع في عملية الإحياء والتجديد دي عشان نوفر لهم بيت ونعمر لهم بيت من بيوت ربنا يقدروا يقيموا فيه الصلاة. السؤال كان قبل التقريب نتكلم فيه على أهمية الصدقة الجارية ومردودها إيه في حياتنا، نتكلم عن دور المسجد في حياتنا كمسلمين إيه. هل المسجد بس إن إحنا ندخل نصلي فيه هو ده هي دي المشكلة، ولا لا المسجد في حياتنا كمسلمين من بداية الإسلام ومن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول حاجة بيعملها إيه؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي مع فضيلة الشيخ عبد الأزهري. فضيلة الشيخ نبدأ بالصدقة الجارية، أهمية الصدقة الجارية ويعني إيه صدقة جارية ومردودها إيه على حياتنا كمسلمين. هي الصدقة بتنقسم لنوعين، صدقة منقطعة يعني واحد أطعم طعام فأكل وخلص، صدقة عظيمة عند الله عز وجل ولها ثواب كبير. واحد مريض فعالجته صدقة عظيمة. واحد كان محتاج جهاز بنته ساعدناه.
كلها صدقات عظيمة بياخد الثواب على قدر بقى على قدر المنفعة اللي هي بتعود عليه. الصدقة الجارية هي كمفهوم الاستثمار في الصدقات ممتدة. أنا مستثمر ممتد التأثير ممتد بتاعها التأثير، حتى لو الحاجة اللي أنا عملتها دي لها عمر افتراضي زي المسجد. المسجد ده بعد 100 سنة إن شاء الله يبنى مسجد الفتح على أفضل ما يكون، هيكون عمره الافتراضي قد إيه مثلا؟ 100 سنة، 150 سنة، ويرجع يهدم مرة تانية. اللي هيجي يبني أنا أجري خلاص ما راحش، لأ ده هيجي يكمل عليا. مثلنا في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم. ده بالعكس ده أنا هاخد كمان ثواب مضاعف إن في حد جا كمل اللي أنا عملته أو طور اللي أنا عملته، وهيبقى الأجر مضاعف عند الله عز وجل. ولذلك إحنا بنقول بقى المفهوم هنا مش بس مفهوم صدقة. نعم. ده مفهوم شخصية الإنسان. وأنا لما أشوف حد في هذه الحالة، المسجد شايف حضرتك العمود عامل إزاي؟ المسجد في حالة صعبة جداً، ونضيف لدرجة ان واضح ان الناس ممكن تكون بتصلي فيه على الحالة دي، وحال وضعه خطير، العمود خلاص يعني الحديد باين يعني متاكل خلاص ممكن يقع عليه في اي وقت. فانا بقى كإنسان عندي اخلاق، عندي مروءة، عندي شهامة. نعم. عندي حب للخير، عندي ايمان بالله عز وجل. فين انا من إغاثة هذا المسجد؟ فين انا من إظهار الكرم، إظهار الشجاعة، إظهار المروءة؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، يخذله يعني يتخلى عنه. احنا شايفين الناس في هذه الحالة ونقول لك ربنا هيكرمهم، حد تاني هيساعدهم. أين أنت؟ فين أخلاقك؟ فين الشهامة؟ فين المروءة؟ فين الإقدام؟ فين المصارعة؟ فين الإيمان؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فدي ناحية سلوكية تعكس أخلاق الإنسان، طباع. نعم. الإنسان، نجدة الإنسان لأخيه المسلم. يعني ده إذن إحنا دلوقتي بنتكلم على مفهوم الصدقة الجارية والفرق بين الصدقة الجارية والصدقة العادية اللي بنقدمها ويكون المستفيد منها واحد أو اتنين بس. دلوقتي إحنا بنتكلم بقى على تأثير إيه على حياتنا إحنا، على أولادنا، على البركة في بيتنا وعلى تربية أولادنا وعلى رزقنا. يعني في ناس في الظروف الصعبة اللي إحنا عايشين فيها يقول لك البيت أولى، وأنا عندي زيادة عشان أروح أشارك في إعمار بيوت ربنا، ما الفلوس هتخلص. فكرة بقى الاستثمار مع الله، بص هي الفكرة عاملة زي ايه؟ لو واحد رايح، فاكر حضرتك الجهاز اللي بيحط فيه العملة فيطلع لك بومبوناية او حاجة كويسة، انت عشان تاكل الحاجة الحلوة دي لازم تعمل ايه في الاول؟ ندفع فلوس. تدفع فلوس. تعال بقى في مفهوم الصدقة. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول عبدي، لو انا عبد يعني اتصفت بصفة العبودية لله عز وجل. نعم. والله عز وجل هو الذي يوجه لي هذا النداء، عبدي أنفق أنفق عليك، لن تنالوا البر درجة من الدرجات عليه حتى تنفقوا مما تحبون، ما نقص مال عبد من صدق. يبقى أنا محتاج علشان رزقي يبقى واسع، مش إن أنا حوش، عشان رزقي يبقى واسع ويبقى في بركة إن أنا أتصدق. كلما تصدقت كلما فتح الله لك الأبواب المغلقة، كلما تصدقت كلما شفى الله الأمراض المستعصية، كلما تصدقت كلما أعاد الله عليك وأخلف عليك من الرزق، كلما تصدقت كلما كانت حياتك سهلة ميسرة، كلما تصدقت كلما كان هناك توفيق وتيسير في حياتك، كلما كانت هناك بركة في حياتك، كلما كنت في معية الله عز وجل. ويعني إيه أنفق أنفق عليك؟ أنت يا مسكين يا فقير يا اللي ما معكش حاجة، تصدقت بصدقة من مالك القليل، أنت بقيت في معية مين؟ مين اللي مسؤول عنك؟ من الذي ضمن لك الإنفاق؟ الله سبحانه الله سبحانه وتعالى. احنا في نهاية اللقاء بنشكر حضراتكم، بشكر فضيلة الشيخ عبد الأزهري من علماء القصر الشريف، بشكرك تسلم على الدكتور، ربنا يبارك فيك. ومشاهدينا الكرام، مسجد الفتح بيستغيث بحضراتكم، محتاجين المشاركة والمساهمة في عملية إحلال وتجديد لهذا المسجد اللي هو الوحيد اللي موجود في هذه القرية بولاية صقر محافظة الشرقية. بغيت غير حلقتنا النهاردة، الإعادة بكرة إن شاء الله في 10:30 من صباح الغد. انتظروني بكرة في 4 ظهرا ولقاء الهواء مباشرة، الموضوع اجتماعي مهم جدا بهم حضراتكم، مع تحياتي أنا أحمد عبدو.